النهاردة بقول لكم نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم سنقف خلفك يا سيادة الرئيس لأنك الرجل المناسب في المكان المناسب، نعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنخرج يوم 10 و11 و12 زي ما خرج المصريين في الخارج ليؤيدوا رئيس وزعيم غير الواقع الأليم إلى حاضر ومستقبل من أجل أبنائنا. فإحنا وإحنا بنساند السيد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقول إن الأمان اللي إحنا عايشين فيه هو ده اللي بيبني الاقتصاد وبيبني البلد. من غير أمان ما كناش أصلاً هنفكر في اقتصاد، ما كناش أصلاً هنفكر في أي حاجة غير إن إحنا نعيش في أمان. موجودين النهاردة كلنا ضمن فعاليات حزب مستقبل وطن للتأكيد على معنى واحد، كلنا مصطفين، كلنا كشعب مصري واقفين خلف قيادة سياسية واعية شجاعة مخلصة، مصرين على استكمال مسيرة الإنجازات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة. حفظ الله مصر قيادة حكيمة ومؤسسات قوية وشعب أبي قادر على مواجهة التحديات. تحيا مصر. انزل وشارك في أعظم استحقاق دستوري، انزل عشان العالم كله يشوف عمق تاريخ وحضارة مصر. انزل بصوتك، انت ايجابي، انزل وشارك. انا بقول نعم 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 لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم نعم للرئيس الإنسان، نعم للقائد الحكيم، نعم لمن يقدر على تحقيق مصالح العباد والبلاد. فإننا نشكر الله على إنعاماته على بلادنا بالقيادات الحكيمة الرشيدة وفخرها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإننا نؤيد حكمته وخبرته في السيطرة وإدارة الملفات الملتهبة المحيطة ببلادنا، وحتى يستكمل بنية ورخاء ورفعة المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة، ولنا حق في تأييد سيادة الرئيس ومساندته والوقوف خلفه.